بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة الرسمية. أنا مسلم من كوريا الجنوبية، اسمي عبد الله باك تونغشين. أنشأت هذه القناة من أجل مساعدة المسلمين في دراسة اللغة الكورية، وخصيصا من أجل تذكيرهم بأشياء مهمة مثل فتنة الدنيا وعذاب القبر وعذاب جهنم ويوم القيامة، كما قال الله تعالى في سورة الذاريات: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأريد أن أشجع إخواني وأخواتي على العمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبالرغم من أنني لست عربيا واعتنقت الإسلام حديثا، إلا أنني أحاول جاهدا أن أعمل بالدعوة. ولهذا أتمنى من كل من ولد مسلما أن يستيقظ ويستشعر نعمة الإسلام وأن يصبح مؤمنا قويا. وأود أن أحذر مما تفعله الفئة الشابة ذكورا وإناثا، وبالأخص أود أن أنذر المسلمين من الأخطاء التي يرتكبونها في كوريا أو أي شيء له علاقة بها فيما يخص البوب الكوري والدراما الكورية التي تبعدنا عن الإسلام وتجعل إيماننا ضعيفا. فمن اللازم أن يقوم شخص ما بتحذير المسلمين من هذه الأخطار حفاظا على الأمة. والدليل قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر. وقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنحون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. ولهذا سأقوم بوضع فيديوهات إسلامية حول ما أسلفت ذكرى، وأخرى حول دراسة اللغة الكورية أيضا بهدف المساهمة في نشر الإسلام في كوريا عن طريق المسلمين. ومن وقت لآخر سأخبركم عن قصصي وعن وضعية الإسلام في كوريا، وسأقدم بعض النصائح حول كيفية دعوة الكوريين إلى الإسلام إن شاء الله. وبالطبع سأضع فيديوهات إسلامية باللغة الكورية من أجل الدعوة للكوريين في القناة الأخرى التي أستخدم فيها اللغة الكورية فقط. وبالنسبة للقناة الرسمية للدعوة أستخدم فيها الإنجليزية والعربية والكورية، فمن فضلكم شاركوا في قناتي التي توجد على الشاشة. وختاما أطلب منكم أن تدعوا الله أن يتقبل منا هذه الأعمال. اللهم اغفر لنا ونجنا من عذاب القبر وعذاب جهنم، وارزقنا جنة الفردوس بغير حساب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.